اثبت يا نهار اسود فيها بعيد يا نهار اسود فيها بهواد ومش كانوا لغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني اروح امك ولا ايه؟ بالراحه يا بيه بالراحه بس سلاح لواح سلاح فيه شطار بالراحه يا رجاله بالراحه انت بتبني فاهم يا رجاله يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده ايه ده؟ سيد مسله ايه اللي جابك هنا يا واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي كلك نظر يا حلال مسلة انت فين؟ انا هنا وانا فارس جلجل ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط راحة يا عم راحة يا كبير ايه الجو ده يا رجالة؟ يا رحمك هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السودة؟ يا عم العالم انت مش قابض على جواسيس الاحكام ما تستاهلش كل ده؟ لا ده يستاهل وبالقوي بس انت اللي مش واخد بالك طب قرينا يا كبير ناوي معانا على ايه؟ تستعجلش ياض على رزقك لسه التقيل ورا وضبوهم لحد ما بلغ الباشا انهم شرفونا بالسلامه وضبوهم دي ادي ما هو رجاله ومش مريحان على فكره في حاجات اجدد يعني في سيبوهم سامحوهم فكوهم انا عندي سيوله قدام ولين عصام وضحكني واطفال اسمك ايه يا باشا بيقول لك اسمك ايه محتاجه تفكير دي محتاجه تفكير هتنقي كفايه مين اللي زقك عليا ما حد يزقني امال فتحت عربيتي ليه؟ من حظ الذكر. كنت مزنوق في قرشين ما لقيتش غير عربية سعادتك قدامي. حياة أمك. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا. والصح إن إحنا نخلص منه. لأنه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجة. بس مش عاوز حد يحس بحاجة. فين؟ شوفوهم مستخبين في هذه المصيبة
اثبت ياه، ده احنا من نزلة استماليا شوية نسوان. اثبت يا عم، اطلع يا ده سيد. يا سيد اثبت يا ده، انتوا شوية بلالين منفوخة على الفاضي يا. اثبت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس، انت مكانك يعني بتهوى. راحوا فين؟ واحد جالي كده. ديك حلوة حلوة وبلاش فضايح. أنا مش جاي أذيكي، أنا عايز أفرق من هنا. أشيل إيدي ومش هتصوتي؟ وحيط قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا عايز أروح. ها هتعمل اللي أنا هقولك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح أمك، منك له هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ أنتوا رجالة أنتوا؟ تسليم باشا اطمن، إحنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك كتير قلت لك أنا فين؟ سيبنا روح ودار ما دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصة تخرج كده تخرج كده تعور الحلوة، ولا ايه يا صاحب الحكمة؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، ما قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. ما كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هغدر بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل بيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى دعيالك. انا امي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان. فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه، وبعدين انتوا مش عارفين انا مين. انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب، ده انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه امشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. مش حد من الرجال يهاوب ناحية الفيلا. هتوقف لي كده؟ أنا ماليش في السكة دي خالص يا باشا. كويس إنك بتختار سكة لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس إنك بتختار غلط. ما هو يا إما تبقى مننا يا إما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمنا ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك ما شايفني صح. الظروف خلتك تشوفني حتة عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الاخر. أنا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. شكلك وش فقر يالا ولا إيه؟
احنا شبعنا فقر يا فارس. مقضية بعون الله يا باشا، ان شاء الله سهلة واختها مش مستاهل. اسكت انت، اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. أوامرك يا باشا. باشا. قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، وتظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي، ترجعولي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول للعز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج، يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس.